يقول المسافر هل له أن يجمع الجمعة مع العصر؟ المسافر إذا صلى الجمعة مع الناس في المسجد، صلى جمعة طيب، وكان صلاة الجمعة بعد الزوال، له أن يجمع معها العصر. أما إذا لم يصلي الجمعة مع الناس، صلى في البيت الجمعة، فيصليها مع العصر قولا واحدا. لكن الكلام لو حضر الجمعة بشرط أن تكون بعد الزوال، لكن لو صلوا الجمعة قبل الزوال مثلا لا يجوز له أن يجمع معها العصر، لأن مذهب أحمد الجمعة وقت صلاة الضحى، يصير صلوها 9 الصبح أو كذا، فإذا صلاها قبل الزوال لا يجوز، أما إذا صلاها بعد الزوال يجوز، والله أعلم.